عمر، بأي منظار كانت تنظر بريطانيا إلى الحرب الروسية الأوكرانية طوال العام؟ يعني طوال عام هناك دعم غير مسبوق من بريطانيا على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي مع أوكرانيا. هذه المسيرة التي انطلقت من السفارة الأوكرانية في لندن باتجاه السفارة الروسية القريبة جدا الآن، تهتف وتدعو إلى وقف الحرب وتدعو إلى وقف الدولة، كما يقول المتظاهرين، الدولة الإرهابية في موسكو بقيادة بوتين. عشرات المشاركين هنا من البريطانيين الداعمين لأوكرانيا، لذلك نتحدث عن دعم شعبي واضح في المظاهرة بناء على هذه الأعداد الكبيرة من الجالية الأوكرانية وأيضا المناصرين من البريطانيين وغيرهم من الجنسيات. هناك أيضا دعم على مستوى رسمي وهذا جلي وواضح، زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إلى كييف، مرتين توجه إلى كييف بصفته رئيسا للوزراء، ومرة بعد أن استقال من منصبه توجه وكان يرتدي الزي العسكري والتقط الصور مع العسكريين الأوكرانيين. ريشي سونك أيضا رئيس الوزراء البريطاني الحالي توجه إلى أوكرانيا في شهره الثاني في منصبه، توجه والتقى بنظيره أو بالرئيس زيلينسكي الرئيس الأوكراني، والذي أيضا في أول زيارة خارجية له على مستوى أوروبا كانت إلى لندن. هذا يوضح أن بريطانيا عامل قوي جدا فيه وأثرت بشكل قوي على هذه الحرب. إذا ما تحدثنا بالأرقام، بريطانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الدعم العسكري لكييف، بلغ الدعم حتى الآن 2 مليار و300 مليون جنيه استرليني، وريشي سونك يعد بالمزيد ومضاعفة هذه الأرقام خلال هذا العام، ويدعو في قمة مجموعة السبع الافتراضية إلى زيادة الدعم حتى تنتهي الحرب سريعا بنصرة أوكرانيا.